قدام الملعب سبورتنج في مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. معكم الدكتور طارق علام من قلب الحدث سبورتنج وهلال مطروح. النهارده هنقول لكم أجواء ما قبل المباراة. طبعا الفريقين نزلوا الملعب أجروا عملية الإحماء، الحكام برضه نزلوا الملعب أجروا عملية الحكام. هيحكم مباراة اليوم حكم الساحة الكابتن محمد عبد الحافظ من منطقة الشرقية 42 سنة، المساعد الأول كابتن أحمد عبد الباسط منطقة القاهرة، المساعد الثاني كابتن بهاء الدين هشام منطقة القاهرة، الحكم الرابع علاء نصر. بيراقب مباراة اليوم من لجنة المسابقات اللواء حمدي عاشور من منطقة الإسكندرية. طبعا مباراة النهاردة مباراة في الأسبوع 23، مباراة مهمة جدا. أقول لكم تشكيل الفريقين، بيتكون نادي هلال مطروح من حارس مرمى أحمد محمود علي رقم 1، محمد محمود رقم 28، عبد الرحمن عصام رقم 22، محمد خالد رقم 33، محمد عزت رقم 14، نادر سمير رقم 8، أحمد علي إبراهيم رقم 32، إيزاك رقم 37، كالورينا رقم 5، محمد حسن سليم رقم 6، مصطفى الكرماوي رقم 20. بيتكون تشكيل نادي سبورتنج النهارده من أيمن رجب حارس مرمى رقم 1، عبد الرحمن أحمد رقم 11، خالد محمود عطية رقم 2، إسلام محمد رقم 18، عاطف محمود رقم 12، أحمد عادل رقم 10، أحمد محمود أحمد رقم 4، طارق محمد السيد رقم 5، مروان السيد رقم 15، عبد الرحمن مصطفى رقم 6، خميس حسني رقم 17. الجهاز الفني والإداري لنادي سبورتنج كابتن أحمد فاروق مدير فني، كابتن محمد توفيق مدرب عام، كابتن عصام أحمد كيبر مدير إداري، دكتور شادي طبيب، مهند عماد مدرب، حسن علي مدرب. الجهاز الفني والإداري لنادي هلال مطروح الكابتن عبد العظيم أحمد الشهير بعظيمة مدير فني، كابتن محمد السيد مدرب عام، كابتن مؤمن هشام مدير إداري، دكتور محمود حمزة طبيب، محمد عزت أخصائي، محمود الشريف مدرب. دقائق بسيطة أعزائي مشاهدي كرة بلدنا أينما كنتم، ويبدأ اللقاء المرتقب للأسبوع 23 لمجموعة بحري أو المجموعة الثالثة. والنهاردة في ماتشات طبعا زي ما احنا عارفين، مجموعة كلها أندية شعبية، المستويات متقاربة جدا جدا. فإن شاء الله إن احنا نتمنى نشوف مباراة ممتعة ومثيرة، وهنتجول مع بعض في الملعب. أعزائي وأصدقائي مشاهدي كرة بلدنا، طبعا الجو النهاردة في محافظة الإسكندرية زي ما احنا شايفين جو مشمس جدا، جو كرة صراحة. وزي ما احنا شايفين أعداد بسيطة من الجماهير موجودة، بنحاول نقرب لكم الصورة على قد ما نقدر. بنقول لكم أجواء ما قبل المباراة من ملعب سبورتنج ولحظة نزول اللاعبين. زي ما احنا شايفين نادي هلال مطروح نازل الملعب هو بالزي الأزرق بتاعه. نادي هلال مطروح نازل الملعب زي ما احنا شايفين، يرتدي تيشيرت ازرق، شورت ازرق، شراب اجراب ازرق. على الجنب الثاني نادي سبورتنج كابتن عصام، بالتوفيق يا كابتن، بالتوفيق. زي ما احنا شايفين ده نادي سبورتنج اللي نازل للملعب حاليا بالتيشيرت الاحمر والشورت الاسود والشراب الاسود. اعزائي واصدقائي ومشاهدي كرة بلدنا، بنقول لكم صورة حية من ملعب سبورتنج. كابتن ايمن صباح الفل، ده حارس المرمى كابتن ايمن رجب طبعا عارفينه. جمارك
صباح الفل يا جمارك. ده فيرود وهداف في نادي سبورتنج اسلام جمارك. حكام المباراه نازلين الملعب، كابتن محمد عبد الحافظ من منطقه الشرقيه، أعزائي وأصدقائي مشاهدي كرة بلدنا، أرق تحياتي للإعلامي عبد الناصر زيدان. بقول كل عام وكل أم بخير، بقول كل عام وحضراتكم طيبين. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان إن شاء الله بعد غدا، إن شاء الله بعد غدا رمضان، نزول حكام المباراة حكمنا الدولي محمد عبد الحافظ حكم منطقة الشرقية، هو حكم الساحة النهاردة. كابتن محمد عبد الحافظ من منطقة الشرقية 42 سنة، طبعا يعمل مدرس لغة عربية، أبو شادي وشمس ومحمد. معانا المساعد الأول الكابتن أحمد عبد الباسط من منطقة القاهرة، المساعد الثاني كابتن بهاء الدين هشام من منطقة القاهرة، والحكم الرابع الكابتن علاء نصر. زي ما احنا شايفين فريق هلال مطروح بقيادة الكابتن عظيمة. وبيضم اثنين افارقة، الكابتن ايزاك وكالورينا. حكم بيتمم على ادوات، ودي من خصائص الحكام، بيتمم على الشنكار، بيتمم على الشنكار، بيتمر على التيشيرت. هو مشكلته معايا انا انا عندي مشكله في اللونين دول. هقول لك ايه، ما بشوفش دول، ولو واحد حطها بايده بقى، لو واحد حطها في ايده اشوف ازاي. كابتن المباراه الحكم الدولي محمد عبد الحافظ بيطالب حارس مرمى هلال مطروح بتغيير التيشيرت بتاعه، لان التيشيرت نفس اللون بتاع لون التيشيرت، نفس لون تيشيرت نادي سبورتنج. حاجه محترمه جدا من حكم المباراه قبل ما يبدا، عشان خاطر فعلا في كور ممكن تبدعه. تحياتنا ليكم اعزائي مشاهدي كره بلدنا من ملعب سبورتنج وفريق نادي سبورتنج. اسلام جمارك هداف الفريق، تحياتي ليك وتحياتي الاعلام عبد الناصر زيدان ليك. تقول ايه قبل مباراه النهارده؟ تحياتي حبيبي، ان شاء الله بالتوفيق. زي ما احنا شايفين الجهاز الفني والاداري لنادي سبورتنج، كابتن احمد فاروق المدير الفني، كابتن عطيه المدرب العام، واغلب عناصر الجهاز الفني، الكابتن عصام المدير الاداري كيبر، والكابتن ياسر. حكم محمد عبد الحافظ بيجري الكره، هنسلم يلا هلال يسلم. كابتن سبورتنج اختار الملعب، ان شاء الله تكون مباراه ممتعه.
اجواء جميله واجواء حكم اللقاء صراحه حاجه شخصيه محترمه جدا. انا مبسوط من طريقه تعامله مع اللاعبين بابتسامه جميله وبيزيل التوتر وبيزيل اي حاجه قبل المباراه. روح جميله جدا قبل المباراه ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني زي ما احنا شايفين كده. روح جميله جدا قبل المباراه. الجهاز الفني لنادي سبورتنج بيتجه للجهاز الفني لنادي هلال مطروح وبالاحضان بالاحضان يا حبيبي بالاحضان ما بين الكابتن احمد فاروق والكابتن عظيمه وباقي افراد الجهاز. لقطه تسوى كتير جدا من اجلها وضع الميثاق الاولمبي الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه. كره القدم بتجمع الشعوب. كره القدم زي ما احنا شايفين استقبال جهاز سبورتنج لاخواتهم في هلال مطروح. صديقي وعزيزي الاعلامي عبد الناصر زيدان، هكذا تكون الروح الرياضيه وهكذا تكون اللقاءات كره القدم. بننقل لكم صوره حيه. قراءه الفاتحه لفريق هلال مطروح من لايف مباشر لكرة بلدنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فريق هلال مطروح. هننتقل برضو للجنب الثاني نادي سبورتنج وقراءة الفاتحة. ثواني معدودة وهيبدأ لقاء هلال مطروح وسبورتنج. دقيقة حداد أعزائي وأصدقائي مشاهدي كرة بلدنا، طبعا خالص عزائنا للفقيد. أعزائي وأصدقائي مشاهدي كرة بلدنا، لحظات وهيبدأ لقاء اليوم ما بين سبورتنج وهلال مطروح إن شاء الله على موعد ولقاء خلال الشوط الأول والنتائج أول بأول إن شاء الله. معكم من ملعب اللقاء الدكتور طارق علام لكرة بلدنا.